راحتني عدوستي في الزنقه ما بغاتنيش انا وولادي. قالت لك قباح كيرد على الهضره، هي ما ساكنتش معنا اصلا. كانت الام ديالها مريضه، جات قبلت التوفات ولات قالت لي بغات حقها في الدار تجلس. دار باها مجوجة، هي في مراكش دارها في مراكش، هي وراجلها مجوجة. غاجت هي ضايفة عندنا هنا وقابلة أمها تماتت وبقات جالسة هنا. قالت لي مرة تمشي تطرف دارها، لا ما ساكناش معنا أصلا، هي عند راجلها في مراكش. غاجت عند أمها مريضة، مقابلة التوفات وصافي. قالت لي بعد تبقى جالسة في الدار، شادة بيت قدته وصلحاته وعايشة فيه. عندها دارها مع راجلها في مراكش وولادها في مراكش. أنا وليتي في الطبقة الفوق تروازي فوق، هزت لي حوايجي كي لحتهم لي رماتهم لي، كتهزي حوايجي كترميهم لي. انا كنت اصلا غنفرق مع ولدي، غير في بالي نخوي من الدار، ولكن تنشوف فين غنحط راسي باش نمشي للمخزن نتلى. صافي تا المشاكل تا ديال ولده، كاع عندي تا مشاكل اخرين مع ولده مع راجلك. هذا الشيء هي العنف وفاس الحشاك وكيضرب وكما كيحترمش قدام ولادو، كيقلب قيمتي، كيعلم بدا موسخ حشاك الغاز خايبين. صبرت بزاف الضغوطات، صافي ما بقيتش قاده. 17 عام وانا النهار اللي عرفتو وانا معاه في المشاكل، هي قالت لي ديما كتقولي انت غتخوي، ولكن كان اخوي على قبل ولدها. قلنا زعما هي كانت كتحامي مني وما بغاش تخلينيش نتشرد. كتقول لي تتقول لينا شوف دابا الوالده ماتت ما ديروش المشاكل، حيت خوتي باغينا من ندوزو لك. ساعة هي اللي دازت لينا، هي اللي تقرصات علينا. حتى هو ما عنده ما يقول، خارج توا رجا البارح قال لي الناس جرت عليه، توا جرت عليه، حيت تعير معاه علاش خرجتني من الدار. قال لي ما عندكش الحق تخرجي. وتا انا قال لي ما عندكش الحق تخرجي. راه هما في الخلا جالسين حدا الحوايج. زين ما عندي باش نكل. قلت يا خرجي عندك الفلوس باش تشكي. عائلتي مساكن راه كون واحد بدارو، واش غيهزوني بربعة الاولاد اختي؟ ما كاينش. عندي خالاتي وعندي اختي والوالد مسكين في البلاد، والوالده توفات. عندي الله سبحانه وتعالى والو انا ودراعي ما خدامه ما والو، كنمشي على الزوطيه كنبيع حويجات قدام، يا قسم لها 400 600 الف ريال، المهم كناكلها حالك. صافي هادشي اللي عندي. انا كنطلب الناس المحسنين يعاونوني، نشوف شي يشوفوا لي شي بيت فين نجمع ولادي. المره الاولى بت عند شي ناس، والبارح ليله ديال البارح اليوم بت الزنقه. فهاد البرد ما عندي ما ندير، ما بغاوش الناس يدخلوني، بغاو الناس يديروا فيها الخير الباح تجمعوا لي مسك، ولكن خايفين على المشي. كيقراوا الدريه خرجت من المدرسه مابقاتش باغا تفرج، لا غادي السونتر قلت جالسين في الشارع ما بغاوش يمشيوا لي اليوم، معقدين صافي مرضوا. قلت لهم يلا، قال لي انت ماما في الزنقه ما نقدرش نمشيو نقراو، ما عندناش خاطر القرايه. بغيت اختي يعاونوني الا كاينين، ما يتفلاوش عليا، يعتقوني من هاد العشيه الا كاين شي محسنين خا يكيروا لي. بيت تبارك عليا فين تجمعنا ولادي، كون محميه بلوك 40 دار 44 البرنوصي.